لقد قيل لي إن النوم على البطن محرم، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فماذا أفعل؟ لأني لا أرتاح إلا إذا نمت على هذا الموضع، وأن النوم على البطن مريح بالنسبة لي. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض أصحابه قد نام على بطنه وركض في رجله، وقال له إن هذه ضيعة يبغضها الله، في رواية أنها ضيعة أهل النار، قال هي مكروهة، ضيعة مكروهة ينبغي تركها إلا من ضرورة كالوجع الذي يحتاج معه صاحبه إلى هذه الضيعة، وإلا فينبغي تركها، وأقل أحوالها كراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ضيعة يبغضها الله فينبغي تركها، وعلى الأقل الكراهة في ذلك، مع أن ظاهر الحديث التحريم، فينبغي المؤمن والمؤمنة ترك هذه الرجعة إلا من ضرورة لا حيلة فيها. بارك الله فيكم.